السلام ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عسلامة، في بداية الحسدية نشكر كل من توجه بكلمة صلاة بكلمة تشجيع وبكلمة أيضا نقد لهذا البرنامج، اليوم معنا خونا عماد أهلا وسهلا بك. الله يخليك شكرا أهلا وسهلا. اليوم باش نحاولوا مع بعضنا ومع السادة المشاهدين باش نتعرضوا إلى موضوع حول من أنا في المسيح؟ ما هو سلاح الله الكامل؟ مم. من انا في المسيح وسلاح الله الكامل هما موضوعين يمشيوا مع بعض نعم. يعني اذا كان انا اصبحت مؤمن بالمسيح نعم. فانه اكيد تغيير بالشيطان هو لاعب وقت ينتقل لاعب كره قدم من جمعيه الى جمعيه مه. يتحول بارقامه بهويته بكثير من الاشياء تتغير في حياته نعم. كان يحمل مريول ترجي رياضي ولا يحمل مريول نادي الفريقي بالمناسبه انت مشجع اي فريق سيد عماد <applause> يعني نحب الفرق القومي اه اللي يتغير حتى ما يسمى بالاجازه نتاع اللاعب تتغير فهم الكثير من المعطيات بالنسبه للمؤمن بالمسيح كان كان يعيش حياه فيها أشياء توافق وأشياء لا توافق، نعم. لكن أكيد أنه مع حياته في المسيح باش يطرأ فيها تغيرات كثيرة، فمشكم يخسر عائلته، فماشكم يخسر أصدقائه، لأنه هذه هي نبوءة المسيح، لكم خلاص خلاص مجاني نعم. ولكم أيضاً أن العالم سيضطهدكم. إذاً تو به أخي عماد، مه. يعني يقول قائل تو الإنسان باش ينسلخ من عائلته، مش ينسلخ من المجتمع اللي عنده، يعني تراش في هذا عملية ربما تغييب لحضور الشخص في حداته حد وكانه مسقط يولي هو على هو اختيار شخصي نعم. يعني انه هو ما انه هو اختار السيد المسيح كمخلص نعم. ورب في حياته يعني سي هو اخذ قرار بملء ارادته نعم. ما تستطيعش تجبر اي انسان على الايمان م -م -م. ما تستطيعش تشري اي انسان نعم. يمكن واحد يكذب عام اثنين, اثنين ثلاثه كما يهوذا الاسخريوطي يمكن يحقق الاهداف الماديه اللي جاء من اجلها نعم. يهوذا الاسخريوطي جاء من اجل المال تحصل على المال وانتحر نعم هو المال، مهم. حتى لو لم ينتحر، يعني اللي باش يتحصل على حاجاته الأرضية باش يتحصل، لكن باش نقفوا أمام الله الديان العادل. نعم. لكن أتحدث عن المؤمن الحقيقي اللي يختار أنه يكون تلميذ المسيح. مهم. ينتج عنها تغير، مهم. تحب ولا ما تحبش؟ ثم شكون في التغير نتاعو يتم أسرع من الآخر، ثم شكون آه ببطء، لأن نحن مخ يعني مختلفين في خصائصنا. أكيد الخصائص. أكيد. يعني. إذا ضمن هذا التسليم للمؤمن لله كيف ترى ان الله ربما يعتني بنا مع الوقت كيفه حضور الله الله, الله, الله يعتني بالمؤمنين وغير المؤمنين نعم. بالفجار والكفار والمؤمنين مم. مكتوب في الانجيل انه الله يشرق بشمسه على الاشرار والاخيار، نعم. الله يحب العالم كل العالم، مم. الله لم يستثني حتى جنس من رحمته، هذاك نعم. علاش كان كلمات السيد المسيح الاخيره اذهبوا الى الخليقه كلها، نعم. الى البشريه جمعا. وهذا يا حسب رايك انت متاح لكل مؤمن ولا مختارين بعض المؤمنين باش يقوموا بمأموريات معينه؟ الله نعم. كما راينا في في الانجيل سابقا وتحدثنا نعم. على في مناسبه المواهب نعم. انه نحن جسد مختلف الاعضاء وبالتالي لنا مواهب متعدده كل واحد كيفاش يعني فما شكون آه ما ينجمش يحكي مع الناس، مهم. يحشم او لاسباب مختلفه، نعم. فما ي... هو يحب يحكي مع الناس، فما شكون المبشر، فما المعلم، فما شكون الواعظ، فما شكون المرنم، فما شكون خادم موائد، فما شكون يزور الناس، فما شكون يعرف ي... نعم. يقرا الكتاب المقدس احسن من غيره فيصبح معلم، المواهب تختلف. مهم. اذا ما يذهبش البعض ربما من المؤمنين يقول انا في ضعفاتي الله تخلى عليّ الله ولا الله لا يتخلى المشكله ان احنا هما اللي نبعدوا على الله هذيك الايه تقول اقتربوا مني فاقترب منكم نعود الى الله فيعود الينا لكن الله ربما حتى ربما عندما يسمح بهذه الضعفات الا ترى انه ممكن يعلمنا من وراها شيء أكيد نعم. نحن الإنسان أنا مرة وقت كنت معلم تعليم ثانوي نعم. تعلمت في أثناء التدريب البيداغوجي من كنت في الم بالمناسبة كنت في مدينة قفصة في مدينة المتلوي بالضبط كنت أستاذ يعني تدرس هناك في في معهد نعم. بالمتلوي نعم. في أثناء التدريب البيداغوجي من المتفقد البيداغوجي بتاعنا علمنا مقولة جدا هامة مأخوذة عن عالم في البيداغوجيا نسيت اسمه أما المقولة تقول أن الإنسان يتعلم بالارتقاء على كتفه مش معنى يطلع على كتفه حتى واحد عملي نجم يطلع على كتفه أما نعم. معناها بالضبط أنه الإنسان يستطيع يستطيع, يستطيع أنه يتعلم من أخطائه ونحن يعني من خلال تجربتنا الإنسان يتعلم أكثر من أخطائه نعم. لأن وقت تطيح تاخذ كف به نعم. إذا كيف ما تنساش أكيد هذا إذا ضمن هالهوية الجديدة ضمن الحياة هذه الجديدة ما مطلوب من المؤمن؟ المطلوب من المؤمن أنه مم. أول حاجة يستوعب نعمة الله المشكلة أنه نحن دائما أول واحد يتهم نفسه هو المؤمن نعم واحد اثنين أنه يعود لسانه على الإيجابيات مكتوب ليكون كلامكم كلام نعمة مم. المشكلة أنه واحد يجي المسيح ويجيب مشاكله معه وايضا فما شكون يحب يتخلى على الانسان العتيق وفما شكون يحافظ. من بين المشاكل نتاع الانسان العتيق هو النقد. تعرف رياض وقت تبدا تنقد ما يعجبك حد شيء، النقد يمشي يمشي ويرجع عليك انت. يعني تهدم به نفسك يعني. اذا كان تحب تنقد نعم. الناس الناس الاخرين تاكد انه اول واحد صالح كاحسن مم. هدف للنقد هو عماد دبو هو رياض زبل هو مم. فلان الفلاني. نعم. نفسك انت نفسك هو احسن مثال للنقد، لانه مم. كنا ناقصين. نعم. وروح والنقد هو روح روح سلبي أه. يعني بمعنى انك كل شيء يطلع سلبي ما عادش يعجبك العجب، العجب ما عادش يعجبك، بينما نعم. وقت تعود على الاستحسان نعم. اكيد في اي حاجه في العالم في الطبيعه مم. في اي حاجه سيئه تاكد ان هناك الب النهار يطلع من رحم الليل، شروق الشمس يطلع من بعد ظلمه، مم. دائما ديما الحاجه اللي تتصورها سواد يطلع منها حاجه بي. تو هنا نتسائلوا علاش ديما المؤمن عنده كانه ماموريه عظمة انه يدخل في هموم الناس، يدخل في احتياجاتهم، يدخل في شركتهم، يقول قائل لازم عليه هذا الشيء يعملوه المسيح قال انتم نعم. في العالم لكن لست من العالم. مهم. نحن في العالم عندنا مأمورية عظمى اللي هي أن نحمل الأخبار الصارمة، نحمل محبة السيد المسيح للعالم، لأنه هكذا أحب الله العالم. نعم. الله يهتم بأمر كل الناس، نعم كل الناس، مش الناس فقط، الناس والحيوانات والنبات، هذاك علاش نحن كمسيحيين مدعوين أيضاً للمحافظة على البيئة، المحافظة على مساعدة كل محتاج من إنسان أو حيوان. لكن هذا الحمل ترى فيه حمل ثقيل على كتف المؤمن اللي يخدم يتمتع اللي يخدم يتمتع يا رياض، مم. تعرف الاخذ فيه فرحه لكن العطاء ايضا الناس اللي جربوا العطاء، الناس اللي اعطوا حياتهم، مم. اللي اعطوا بشده هم اكثر ناس استحسنوا العطاء، ما بين قوسين نحب نقول انه اكثر الناس اللي جربوا العطاء هم اكثر الناس انتقادا من قبل الاخرين، انت شوف مثال السيد المسيح مم. يعني شفاء 10 مرضى واحد فقط عاد نعم. من العشاء أقام الميت فتآمر اليهود لقتله إلى إلخ, إلخ وفي عالمنا اليوم يعني تعرف مثلا الأم نعم. تيريزا وغيرها ومن بعد يتهموا الناس الذين اللي قدموا خدمة جليلة أنهم حركات تريد ان تهدم المجتمع أو <applause> احيانا تسمع كلام فيه من اصبع الاتهام وهذا تعرف دائما يعني عند البشر يعني هذا هو البشر دائما اصبع الاتهام توجه للمسيحيين يقول لك هذا انسان كان عنده مراكز معمو مرموقه ضمن وظيفه معينه الى اخره ترك كل شيء وسلم حياته لله وحب يخدم في الحياه المسيحيه ويكون خادم في الحياه المسيحيه الا ترى فيه ضرب من ضروب الجنون هذا؟ آه الايمان نعم تشوف نحن رياض في النهايه الله أعطانا الحرية الكاملة أن نعمل برش حاجات نعم. لكن أيضا الله يتدخل في حياتنا وقت نحن نسمع أنه الله يتدخل الله بش يأخذنا من مراحة. أنا حتى مرة في حياتي ما كنت نتصور اللي بشيجين يجي نهار ونولي شخص في الإعلام تلفزي نتحدث عن المسيح نعم. يمكن كان أمامي فرصة أن يكون شخص في الإعلام في المجال الاعلامي لكن في مجال اخر بعيد جدا يمكن في السياسه نعم في مجال اخر لكن حتى مره ما تصورت انه الله باش ياخذني انا مولود في سيدي بوزيد في قريه صغيره باش نقرا باش نخرج باش نتعلم وفي يوم من الايام باش نولي نتحدث على السيد المسيح خطه الله عجيب يعني كي تشوف كل انسان يسلم نفسه لله الايمان ياخذنا في مراحل يعني حسب إرادة الله لكن وهي رحلة يعني نعم ممتعة جدا هذا ربما شوي يستشف من حديثك سيد عماد يقول قائل تو حتى الإنسان يعني ضمن مراكز الوظيفية إلى مش ممكن أنه يخدم الله لازم لا يعمل لا كل لا هالتضحية هذه حتى ل... نعم. شوف أنا ما نسميش روحي ضحية أنا أنا نعم. تباركت نحكي نعم. لك كيفاش أنه الله باركني خذاني من إنسان لا شيء نعم إلى ما نعرفش الله شو يحب يسميني بالضبط آه ما من نضحوش من اجل الله، الله هو اللي ضحى من اجله يعني السيد المسيح هو الذي اتى لاجلنا، لم نذهب نعم لم نمت لاجل الله. نعم لكن هنا كمان ايضا يعني سامحني كلمه كمان أنه هي يعني شرقيه لانه هذا برنامجنا بالنهايه هو موجه لكل الاخوه العرب. بالمناسبه نحيي نحيي كل المشاهدين نعم اللي شجعونا من كامل انحاء العالم العربي. نعم صحيح. يقول قائل تو المؤمنين يا كلهم متاحه لهم فرصه هذا التحدي، فرصه هذه المغامره. أنه يخدم ضمن نحن كنا مدعوين الله. للخدمه كنا نعم. مدعوين للخدمه فقط علينا ان نحمل سلاح الله الكامل به حصتنا ومش نتكلم عليه تو مباشره مازال زلوه لا الوقت. ناخذ فاصل سيد عماد ممكن م. تحب وبعد طيب وفي نفس الوقت نحب نتحدث على من انا في المسيح نعم اوكي سادة المشاهدين ناخذ فاصل مع بعضنا ثم نعود معكم بعد قليل لمواصله حلقتنا اليوم عزيزي المشاهد اذا حبيت تعرف اكثر عن قصه الله مع الانسان يسعدنا ان نهديك كتاب الحياه مجانا راسلنا على العنوان اللي بتشوفه على الشاشه اعسلمتكم من جديد اعزائنا المشاهدين اريد ان اذكر موضوع حلقتنا اليوم هو حول من انا في المسيح معنا ضيف اللي تعودتوا عليه وان شاء الله يكون يعني دائما مشجع ليكم هو خونا آه. عماد اهلا وسهلا بكم. الله يخليك اهلا وسهلا. آه نحب نقول هنا سلاح الله الكامل مع المؤمن. لو زدت سلاح الله الكامل ما يخوفش نعم. لانه آآ آآ غير قابل للانفجار. نعم هو موجة حتى كرتوش ابيض. سلاح الله الكامل هو عباره عن الاشياء التاليه. نعم. يقول تقول كلمه الله المقدسه مم. اخيرا يا اخوتي في الرب. وفي شدة قوته البس، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس مه. يعني نلبس سلاح الله الكامل ضد إبليس فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم مه. بل مع رؤساء شكونهم رؤساء هذوما مع السلاطين شكون هما رؤساء والسلاطين <متصفيق> مع ولاة العالم على, ظلم على ظلمة هذا الدهر نعم. مع أجناد الشر الروحية في السماويات <متصفيق> لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير وبعد أن تتموا كل شيء أن تثبتوا فاثبتوا ممنطقين أحقاقكم بالحق <متصفيق> السلاح الأول هو سلاح نعم. الحق نعم. ولابسين درع البر وحاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام تلبس يعني حذاء انجيل السلام نعم السلام نعم حاملين فوق الكل ترس الايمان الترس اللي يحمينا من سهام العدو نعم الذي به تقدرون ان تطفئوا جميع سهام نعم الشرير الملتهبه وخذوا نعم خوذه الخلاص وخذوا خوذه الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمه الله نحن نحارب بكلمه الله نعم مصلين بكل صلاه وطلبه كل حين وفي كل وقت في الروح. مم. يعني السلاح بتاعنا نعم. يتكون من الحق البر السلام مم. انجيل انجيل السلام الايمان خوذه الخلاص سيف الروح الذي هو كلمه الله وكل هذا ياتي في اطار الصلاه مم. هذا هو السلاح الذي دعانا سيد المسيح ان نحمله لانه في احيانا غير قابل للانكسار لل... نسمع هذه الكلمه يحيي نعم. عندنا سلاح يحيي ولا يقتل عفوا امين المغاتل. امين نعم يعني نسمع كلمة أحياناً سلاح لكن يقول قائل السلاح هذا يزم أنت تتدرب عليه تو هي تبارك الله أنت عدة أشياء إذا ما تطلبش هذه من مؤمن أنه ربما يخضع إلى حقل من التدريب حتى يكون عنده هالاستعداد هذايا حقل, حقل من التدريب نعم لإعلان حرب صليبية ضد إبليس الحرب الصليبية الوحيدة التي نعم. يعلنها الإنجيل هي ضد إبليس إذا نحب نقول للي خاف من الحرب الصليبية الحقيقية نعم أنه يعني يتثبت قبل ان يتهم الانجيلين، نعم نحن نحمل حرب صليبيه بالصليب نحارب نعم. اجناد الشر الروحيه، وسيد المسيح علمنا ان نحب الناس كل الناس حتى الاعداء، مه. وهذا السلاح نعم. يعطينا هويتنا، يعني انا اصير من؟ اصير جندي في جيش المسيح المسالم نعم إذاً إحنا ضمن نطاق الحياة الجديدة هذه كمؤمن إلى آخره قلنا مم. أنه ممكن يتعرض إلى اضطهاد يتعرض أكيد. إلى أكيد سقطات عثرات أكيد إلى آخره ضعفات لأنه إنسان نعم. أكيد سيضعف لأنه إنسان نعم. نحن ككنيسة كيف نتحرك مع بعضنا البعض للتحفيز للتشجيع آه كيف كلمة الله المقدسة نعم. أيضا تقول إنه نعم. الكبار يشجعوا الصغار الضعيف يشجع القوي والقوي أيضا يجي نهار ويتيح يشجعوا اللي هو أقوى منه وهكذا وهكذا يعني كلمة تعزيق. لكن للأسف في داخل الكنيسه نعم. للاسف اقولها لما وقت الناس يجيوا للـ للـ للانجيل والكنيسه هما ناس متعبين ومحتاجين ومجروحين وكل واحد عنده مشاكله انت في عائلتك فيها أربعة ثلاثة خمسة من الناس تتعب، فما بالك الكنيسة اللي فيها عشرين وخمسين ومئة و ألف وكل واحد فيهم جاب بمشاكله الكنيسة هي في الواقع عبارة عن مشفى أو مستشفى كما يقولوا في تونس مستشفى مشفى للمصابين روحيًا مه. فيها اللي عنده مرض قبل الموت مباشرة وفيها اللي مريض شوية برك لكن الكل يشفى في مع المسيح بقوة عمل الروح القدس آمين تو هنا يعني. يا عماد أحيانا البعض يقول لك أنا باش نبدأ حياتي جديدة ويتسهل الامور بسهوله ما تصورش في بالك طيب برشا ناس تسمع المسيحيه هي الرغد رغد العيش فلوس الراحه أه حسب رايك انت كيفاش ممكن تعلق على لا. الراحه نعم ولا من يريد من يحكي يحط بهذا يحط. الحديث نعم. اللي, اه اللي يحكي كما كان يقول بالحق مسكين اذا كان انت تصدق الحاجه هذه نعم. اما بالحق في, في المسيحيه مم. فما راحه نعم مع المشاكل فما راح آه انا انا حياتي الشخصيه رياض جربت انه ما عشتش حتى مره سلام الا وانا في المسيح نعم. رغم اللي تعرضت للمشاكل في حياتي وانا مسيحي نعم. بسبب مسيحيتي وايضا بسبب اخطائي انا الشخصيه ومشيت المشاكل هذه ما عاد السيد عماد لا 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 دي الح <تصفيق> الحياه <applause> <لا لا تصفيق> كلها مشاكل انا عندي واحد صديق علمني في نعم. الفرنسي بالفرنسي يقول اهلا وسهلا بالمشاكل لاني خلقت من اجل ان اجد حلول للمشاكل نعم. <applause> المشاكل لن تنتهي مه. اللي في العالم عندهم أنا أي بلاد ولا أي صديق ولا أي شخصية ولا أي قناة تلفزية حليت وتفرجت عليها ديما تسمع كان المشاكل مه. يعني ساعات نحب نشجع بعض الإخوة المسيحيين يقول آه جيت الكنيسة وتصدمت مع بيه من مشاكل نعم. له لا هذه كلمة من إبليس مه. أنت أصلا جيت من مشاكل صحيح مشكلتك أنت شخصين أنت مشكلة مه. كل انسان هو في حد ذاته مع من المشاكل، هذيك علاش مهم ان نعرف من نحن في المسيح. نعم. تو سيد عماد هنا تو البعض يمشي يقول الله عندما اصطفى أبناءه بهذه الصفات م -م. والانسان عندما توخى هذه الطريقه الطريقه الجديده، طريقه الحياه الجديده، طريقه التسليم الى الله الله اكيد اعطاه وصف معين، اعطاه لقب معين لهذا المؤمن. جيت للموضوع الاكثر نعم. نعمه والموضوع المحبب لي شخصيا مم. هو اللي هي ايات مقتطفه من الانجيل تعطي صيغه ولقب وصفه كل انسان عند المسيح نعم. يعني مش كيف كيفاش يشوف الرياض نفسه بل كما يرانا الله نعم عندما نقبل يسوع المسيح وحاولت اني نجمعها من من الانجيل كما نعم. قلت سابقا نعم. الانجيل هو عباره عن 27 كتاب تفضل ممكن تشاركنا بها انا ابن الله مم. بحسب يوحنا واحد 12. نعم. أنا صديق المسيح بحسب يوحنا 15 15. اشتراني المسيح بثمن في كرنفوس الأولى. أنا مقدس بحسب أفسس. أنا شاهد شخصي للمسيح وسفير له بحسب م -م. أعمال الرسل. نعم. أنا ملح الأرض ونور عالم بحسب متى خمسة مهم. أنا عضو في جسد المسيح بحسب كورنثوس أنا حر للأبد في من كل إدانة أنا مواطن سماوي وحياتي لها معنى أنا حر من كل دين وإدانة ضدي مهم. أنا خادم للمصالحة بين الله والناس نعم. سأجلس مع المسيح في السماويات لا يستطيع أيا كان ولا أي قوة ان تفصلني عن محبه الله أيه. انا متاكد ان كل الاشياء تعمل للخير من اجلي مه. انا مختار من الله ومنتخب لاجل ثمار بامكاني الاقتراب من الله بكل حريه وثقه استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني نعم. انا هيكل الله مه. انا كامل في المسيح انا اعمل مع الله أنا خادم لله أنا متيقن أن الذي ابتدأ عملا صالحا في سيكمله بالتمام أنا مخلص ومبرر أنا مخلص وتحصلت على التبني من قبل الله أنا أنتمي لله نعم فماذا عليك أنت؟ أنا أنتمي لله فماذا عليك أنت؟ يعني تفضلت بتحدي كبير وضعته امام الساده المشاهدين من انا كما قلت لكن ربما اللي تفضلت به عماد يستوجب منا بعض التوقف يعني انت قلت كل الاشياء تعمل خير حتى سامحني يعني المصايب وكذا كلها تعمل لصالحي نعم. نظره الله كما قلنا هي خارج عن الزمن نعم وبالنسبه لنا المشكله اللي عندي انا اليوم يمكن اي انسان يتفكر اللي المؤمن المسيح وغير المؤمن المسيح انه نعم. كان عنده احتياج وكان يتصور انه المشكلة, المشكله دي كانت تحل كل مشاكله تنحى وفت المشكله ذيك وتحلت وفاتها نعم مشاكل مازالت ما تحلش انا تفكر وقت كنت في الثانوي أه ومره كنت باش يعدوني على مجلس تأديب م -م. انا ومجموعه من الاصدقاء صح في مشاكل بدايتك سيد عماد يعني كما يقولوا في الشرق شقاوه الطلبه نعم. أه نسيت بالضبط العمل اللي عملناها المهم اتلفنا يمكن دفتر منادات والحاجه والعقوبه نتاعها ما بين 13 الى 15 يوم نعم. وكنت نخاف من امي بدرجه رهيبه جدا وامي <applause> <applause> تضرب يس نعم عملت المستحيل اني اني ما يوصلش الخبر لدارنا صدقني تصورت روحي باش نموت ونتفكر الكلمه دي يعني قلت آه نخرج المشكله دي ما عاش باش حتى مشكله نعم <applause> وفت المشكله ذيك الان هي طرفه في حياتي لكن واجهت مشاكل اخرى في الحياه وكل مره نعم ما نقول توفى المشكله هذه كل شيء يوف نتفكر كنت باهي في الرياضيات في ما يوف الدفار هذا توفى مشاكل كل ف الدفار نلقى الباك وفت الباك نلقى الديان وفت نلقى الاجازه وهكذا 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 نعم فشلت مرات عديده في حياتي فشلت مرات عديده في دراستي كي ونجحت مرات اخرى الشكر نعم. نعم. لله نعم. لكن احسن نجاح عرفته يوم عرفت السيد المسيح كمخلص ورب لحياتي نعم واجهت نعم. مشاكل بعد الايمان لكن اذا سقطت اقوم لا تشمتي في عدوتي نعم واحد نعم. اثنين الايات اللي هم من انا في المسيح؟ انا ابن لله نعم انا اخ لاخوه كثيرين نعم يعطيك صحه استطيع كل شيء في المسيح نعم. الذي يقويني نعم من سيفصلني عن محبه المسيح نعم المجد حتى نعم, واحد. نعم. ما فما حتى قوه لا في السماء نعم. ولا على الارض تفصلني عن محبه الله نعم شكرا لك عماد يعني إن يعجبني فيك انك دائما تحكي اختباراتك الشخصيه وتحكيها بكل صراحه امام ساده المشاهدين وانا بالعكس هذا نحس انه دائما فيه تشجيع للاخرين الانسان مش عنده وجه وعنده وجه امام جهاز اعلامي انت تحكي يعني حياتك بكل عفويه وبكل نحن يعني تلقائيه نعم لكن نرجع هنا أخي عماد فيما يتعلق بصراع المؤمن حتى ضمن نطاق عائلته البعض يرتقي أنه عندما ياخذ سلاحه سلاح الامان سلاح المحبه سلاح التسليم لله يرتقي انه يبتعد على مشاكل هو الأهل. نعم. آه. اللي هو الحق والبر ويجيب السلام بالضبط خلاص وسيف الروح اللي هو الكلم نعم ويترك وراه كل ما يجيه وجع راس كما يقولوا ويمشي انت حسب رايك هذا هو الحل العملي و الحل احيانا نحب نعم. نقول كل واحد يهرب هو لن يتمتع ببركه الله بالضبط نعم. كيف ما راينا في حصه سابقه قصه النبي يونان نعم. هرب من اراده الله نعم. هرب 180 درجه شمالا ولا جنوبا نعم. بعث آه الله للشرق مشى للغرب ما بين قوسين الله ما يسيبناش حتى كان نهرب فما محطات في نعم. حياتنا حياه الانسان ليست صوره جامدة يعني ما هيش صورة فوتوغرافية نعم. حياة الإنسان هي عبارة على آه صورة في الفيديو يعني نعم. تتغير نعم. تتغير طيب هنا أنت حسب رأيك تقول ربما للناس اللي عندهم ربما هالضعفات هذية وهالهروب هذية باش تنصح آه ربما ويحي أن الإنسان الشقي يعني قبل نعم. ما ننصح الناس ننصح غيري أكيد. آه غيري ننصح نفسي نعم. ويحي أن الإنسان الشقي لولا نعمة يسوع المسيح مه. ننصح الناس هذوما اللي آه بالحق نحاليك الأفكار المسبقة نعم. آه الانجيل يدافع عن نفسه آه اقرا كلمه الله واحكم عليها اذا كان انت من خارج الناس اللي ما يعرفوش الانجيل نعم. واذا كان انت تعرف الانجيل سيب عليك يقول الانترنت على الانجيل ولا ماذا يقول اليهود ولا صحيح اقرا كلمه الله الله يتحدث عن نفسه مه. اذا كان انت من المؤمنين بالمسيح نحب نشجعك انه تداوم ايضا على قراءه الانجيل انه يكون عندك شركه ان تكون ايجابيا انك تتخلص من روح النقد حاول اذا كان ما عندكش كلمه سمحه تقولها اسكت اسكت إيه لكن سيد عماد هذا ما يطلب زي يطلب ربما توعيه من الناس الكبار حاول يكون ايجابي نعم. اللي اللي ينطق كلام ايجابي م -م. آه يرجع لي كلام ايجابي يعني دي ما قبل يعني كيف العرب يكون تفرج على المسلسلات المصريه ومنو معجبين به <تصفيق> <تصفيق> يقولوا بالمصري الشتيمه تلف تلف ترجع للصحاب <ترجو صعبة> يعني السلبية تلف تلف وترجع للصحاب <applause> والإيجابية م -م. يعني الطبع الإيجابي والمحبة والفرح والسرور <تصفيق> <تصفيق> في الله يلف يلف يلف, يلف ويعود إلى صاحبه نعم. إذن من أنا في المسيح في كلمة ربما ختامية أنا مخلص أنا, أنا, ابن. أنا نعم. ابن لله نعم. أنا من أحبني يسوع أنا نعم. من أسلم يسوع نفسه لأجلي أن التلميذ الذي أحبه يسوع أكثر نعم لكن هنا زاد ربما نحب نسأل سؤال وسادة المشاهدين يقولوا هندرا من أنا في المسيح وعند إيه تطلب أخي أعمار معينة ولا تطلب سن معينة ولا أنا, أنا شفت أطفال صغار جدا نعم. سلموا أنفسهم وحياتهم المسيح بالعكس المسيح قال إن لم تتواضع وتصيروا كل أطفال لن تعرفوا ملكوت الله لكن أنا سمعت منك من قبل بشوية تقول لكل يجي للمسيح عنده مشاكل ملا ما عندوش مشاكل ما يدخلش ما يجيش لا مش لا مش 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 <applause> ما فيش واحد ما عندوش مشاكل ما فيش واحد ما عندوش مشاكل أما بأنه ما فيش عنده مشاكل برشا نعم. نعم بمعنى فما شكون يجي المسيح وهو حياته تهدمت نهائيا وهذوما هذوما النسبة الأكبر أما فما كل يجي المسيح و وهو صغير جدا يعني فمش كنجي المسيح وهو بالحق قلبه نقي اصلا واللي قلبه نقي ويلقى الكم من المشاكل يتبع حسب شويه اما الله هنا هذاك علاش نحن نؤمن ان الله الاب والابن والروح القدس الروح القدس لا. يعزي الروح القدس يوبخ الروح القدس يقيم من مه. يسقط الروح الروح القدس معنا انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر انا امشي ويسوع المسيح معي انا اسقط ويسوع المسيح يقيمني نعم <applause> نعم لو انا, أنا مش... نكذب والمسيح يقول لي لا ليش ليش تكذب يا عماد؟ نعم اسكت نعم. اسكت انا نبدا نقول اسكت يا عماد احسن نقول حاجه بي. يعني للاسف يغلط الانسان للاسف, للأسف. أكيد. للأسف. أكيد. نعم. لكن كل واحد منا جرب بالخطا والتوبه والعوده حلو جدا 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 نعم احنا في ختمة الحصه اذا امكن عماد خاطر مازال عندنا شويه وقت م -م. ناخذ فتره من الصلاه م -م. مع بعضنا ونشجع فيها إخوتنا نعم. يا رب أشكرك من أجل كلمة الإنجيل أشكرك يا يسوع لأنك أحببتنا حبا عظيما يا رب نعم. أشكرك لأنك عرفتنا أننا نستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوينا نعم. أشكرك لأنك عرفتني من أنا أنني إنسان حر في المسيح نعم. أني أعمل معك يا رب أشكرك من أجل شرف أنك, أنك اخترتني أن أكون خادم لك م. أنا متيقن يا رب أنه ليس هناك اي قوه لا في السماء ولا على الارض نعم تستطيع ان تفصلني عن محبه يسوع المسيح لي ولكل من يشاهد ويريد ان يقبل نعم يا رب, رب اشكرك في هذا الوقت بالذات نعم ان كثيرين سيسمعون ويستجيبون بالاسم يا رب. الان اصلي من اجل كثيرين في يا تونس يا رب. يا رب من اجل كثيرين مستمعين في العالم العربي يا رب, رب. اصلي يا رب انك تاتي بابناء كثيرين حتى ما يعرفوك انت المخلص الحقيقي يا رب حتى ما يختبروا إله الفرح والسلام نعم. والمحبة فيصير أحرار وصلي هذا في اسم يسوع المسيح وله كل المجد كل نعم آمين, كل المجد. نعم. آمين. يا رب. شكرا أخي عماد شكرا اللي تفضلت به شكرا على تشجيعك من خلال الكلمات صدقني أنا أكثر واحد تشجعت بالحلقة نعم. هذه يعني. وشكرا لحضور أيضا كلمة الله معنا وعمل روح القدس آمين آمين عزيزي المشاهد كما لاحظت ما ثم حد شيء مستحيل قادر انك تكون انت ابن من ابناء الله انت ايضا بنت من ابناء الله فقط افتح قلبك اعيد تفكير في حياتك نعاود نقول احنا لا ندعو الى دين نحن ندعو الى علاقه مع الله بكل تلقائيتك بكل حريتك انت حر ثم حتى حد يفرض عليك حد شيء اعيد التفكير في كل ما عندك من موروثات الانجيل امامك متاح وسائل عديده تؤدي بك الى الله فقط انت تقف بينك وبين نفسك لحظه صدق واترك عمل الروح القدس يعمل من خلالك الله كبير الرحمه الله محبه اتركك عزيزي المشاهد في حفظ الله والى اللقاء في حلقه قادمه